بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. يستمر الحديث بسلسلة المحاضرات التي يقيمها قسم التدريب والتطوير في شركة نفط ميسان، والخاصة بموضوع الدعاوى الجزائية الخاصة بالأموال العامة. وبعد أن استمر الحديث وعلى مدار 8 محاضرات بخصوص المبادئ العامة المتعلقة بالدعاوى الجزائية بشكل عام، والأحكام الخاصة للدعاوى الجزائية الخاصة بالأموال العامة، اليوم خطر في ذهني موضوع أعتبر أن هذا الموضوع من الموضوعات الجوهرية في القانون وخاصة في أصول المحاكمات الجزائية. هذا الموضوع ومن ضمن الأحكام الخاصة بالدعوى الجزائية بالأموال العامة، نوعكم موضوع أنا أعتبره من الموضوع يعني من الموضوعات الابتلائية بالدعاوى الجزائية بشكل عام، وفي بعض الدعاوى الجزائية الخاصة بالأموال العامة بشكل خاص. وبعد أن أثبتنا وقوع الجريمة، ننتقل إلى مرحلة أخرى هي نسبة الجريمة لفاعلها. ونسبة الجريمة للفاعل بعد أن نسبت الجريمة للفاعل بالاستناد إلى الأدلة المطروحة بالدعوى الجزائية، وأن هذه الأدلة كافية لنسبة الجريمة للفاعل، ندخل في موضوع هذا الموضوع في غاية الخطورة، ويدخل فيه جانب تقديري كبير جدا اللي هو مسؤولية الفاعل عن الجريمة اللي احنا عبر عنها بالمسؤولية الجنائية أو المسؤولية الجزائية، واللفظ الدقيق المسؤولية الجزائية، لا يسأل جزائيا بنص المادة. المسؤولية الجزائية مسؤولية الفاعل عن الجريمة. في نطاق مسؤولية الفاعل عن الجريمة لازم نثبت هنا أنه هل الجريمة وقعت بشكل عمدي، كثير ما يتبادر أذهاننا أنه هذا أضرار عمدي بالأموال العامة، هذا أضرار غير عمدي بالأموال العامة. هذه الجريمة وقعت نتيجة للخطأ، وهذه الجريمة وقعت نتيجة للعمد. أتصور فقط المفهومين اللي يتبادر لأذهاننا، والمفهومين هن اللي موجودات بالقضاء في أغلب القرارات اللي مطلع عليها يعني. على حد اطلاع البسيط هذا الموضوع، أنه أغلب القرارات تتخذ بهذا الاتجاه. أما يكون الشخص مسؤول عن الجريمة مسؤولية عمدية أو لا يكون مسؤول عنها مسؤولية عمدية، وإنما تقع هذه الجريمة نتيجة للخطأ، والخطأ يعني تعرفون حضراتكم الخطأ هو مسؤولية، ولكن يسأل الفعل عمن، يسأل الشخص عن خطأه ولكن يكون مسؤول. العقوبة تختلف، تخفف العقوبة عن جرائم الخطأ ولكن هي تبقى جريمة، والشخص يسأل شنو؟ يسأل عن الخطأ، سواء كان هذا الخطأ ناجم عن إهمال، عن رعونة، عن عدم انتباه، عن عدم احتياط، عن عدم مراعاة الأنظمة والقوانين اللي هي صور الخطأ المنصوص عليها بقانون العقوبات العراقي بالمادة 35. هسه لعله شخص عنده قاعدة كلية بذهنه أنه لا يتصور الخطأ إلا في جرائم القتل أو في جرائم الضرب والجرح، ولذا لا، نعم الخطأ متصور في أغلب الجرائم، في أغلب الجرائم متصور الخطأ إذا كان الفعل ناجم عن إهمال، رعونة، عدم انتباه، عدم مراعاة الأنظمة. مثلا شخص يعمل بمعدات معينة، وإحنا هذه موجودة في الشركات اللي عملها فني أو الوزارات اللي عملها فني، يعمل الشخص بمعدة معينة ونتيجة لخطأ تسبب بالأضرار بهذه المعدة، خطأ صدر من عنده. مرة يكون الشخص متعمد الأضرار، يعني يتوفر لديه القصد الجرمي،
القصد الجرمي بعنصرين العلم والإرادة، أنه يعلم أنه يقوم بهذا الفعل وكانت له إرادة سليمة متطابقة مع كل الواقع وانصرفت إرادته إلى القيام بهذا الفعل. نا عنده علم وعنده إرادة، توفر العنصرين يكون مسؤول عن هذه الجريمة مسؤولية عمدية، مسؤولية عمدية. وأيضا يكون عمدية عندما يحتمل أنه راح يحدث هذا الخطأ، وبالرغم من هذا الاحتمال يقدم عليه، أيضا هنا مسؤولية، مسؤولية عمدية، مسؤول الشخص عن هذا الفعل مسؤولية عمدية. يعني بالنتائج الاحتمالية أيضا تكون المسؤولية مسؤولية عمدية، وأيضا تكون عمدية في صورة ثالثة عندما يفرض القانون أو الاتفاق واجب على الشخص ويمتنع عن القيام بهذا الواجب، ويمتنع عن القيام بهذا الواجب بغرض تحقيق النتيجة الجرمية، يسموها جرائم الامتناع أو الجرائم السلبية. وهذه تحصل عندنا كثيرا، مثلا شخص مكلف بصيانة معدات، شخص مكلف بتبديل الزيت الخاص بالمعدة كل مثلا 15 يوم، كل 7 أيام، أو شخص مكلف بمراقبة منسوب الزيوت في معدات معينة، وهذه تحصل بالواقع، يهمل بقصد شنو؟ بقصد أن يلحق الضرر بهذه المعدة. فإذا وقعت النتيجة الجرمية يكون هو مسؤول عن هذه الجريمة مسؤولية عمدية. البعض، أنا شايف بعض اللجان التحقيقية مباشرة يرحل للخطأ، لا، هذا امتناع، وامتنع عن القيام بالفعل، هو صحيح امتناع، بس الامتناع بالتشريع مراقة صورة من صور الجرائم العمدية، ويحقق المسؤولية الجنائية إذا كان الشخص امتنع عن القيام بالفعل قاصد تحقيق النتائج الإجرامية المقصودة. إذن بالجرائم العمدية تتوفر القصد الجرمي لدى الفاعل، تكون الجريمة عمدية، وتكون الجريمة في حالة النتائج الاحتمالية، يعني يحتمل وقوع الجريمة وبالرغم من هذا الاحتمال يقدم عليها قابل المخاطرة بحدوثها، وتكون أيضا عمدية عندما يفرض القانون أو الاتفاق واجب على الشخص ويمتنع عن القيام بهذا الواجب قاصد تحقيق النتيجة. حوادث السيارات في أغلب الأحيان، حالات مثلا عطب المحرك، شنو السبب؟ السبب أنه لم يتم استبدال الزيت أو لم يتم، وهذا الشخص واجب عليه القيام بهذا الفعل بموجب القانون، بموجب التعليمات. مثلا خلص الماء الخاص بتبريد السيارة اللي معروف عنه الراديتر، شخص ما يشيك عنده سيارة حديثة من سيارات الدولة ويمتنع عن هذا الموضوع، يعني يمتنع، حس على سبيل المثال شخص يمتنع، هذه سيارة الدولة ما عليها شيء، وحتى لو عطلت هم يقومون بصيانتها، موجودة متوفرة فلوس بالشركة وهم يقومون بأعمال الصيانة. احنا هاي مرات نسمعها يعني من بعض الأشخاص المكلفين بالقيام بأعمال مثلا معينة، وهذا طبق على كل الأمور، يعني على كل المعدات اللي تحت إيد الموظف، هذه تكون الجريمة جريمة عمدية مو جريمة خطأ. جرائم الخطأ لا، جرائم الخطأ لا، احنا نحاسب الشخص عن خطأه بالخطأ، بالجرائم العمدية الشخص نحاسب شنو السبب، يرغب بالفعل ويرغب بالنتيجة، هنا يكون خطأ، العفو عمد، يرغب بالفعل ويرغب بالنتيجة، يريد الفعل ويريد النتيجة الجرمية، هنا يكون جرائم عمدية وبصورها اللي ذكرناها. وتكون غير عمدية عندما يريد الفعل ولكن الفعل هو خطأ، الفعل خطأ، شلون عرفنا خطأ؟ خطأ انطبقت عليه أحكام المادة 35 من قانون العقوبات العراقي، هو أما أهمال أو رعونة أو عدم انتباه، عدم احتياط، عدم مراعاة الأنظمة والقوانين، فهنا خطأ. بس من نسأل عن نتيجة يقول أنا ما أرغب بالنتيجة، ما كنت أنا أرغب بالنتيجة، أنا مريد للفعل. وهذه مثالها الواضح جدا، حتى ما أخذ بتفصيلاته، مثالها الواضح هو حوادث السير، شخص يقود السيارة 160 كيلومتر بالساعة، سيارة دائرة منقلبت السيارة، وهذا خطأ، شنو السبب؟ السرعة محددة في بعض الطرق مثلا بال120 أو 100 كيلومتر بالساعة، بس هو خطأ
بس انت كنت ترغب بإتلاف السيارة؟ قال انا ما عندي رغبة. طبعا هذا الكلام ما عندي رغبة لازم يزودنا بأدلة، يقدم لنا أدلة وثائق وبراهين عن هذا الفعل، حتى احنا نرجع لأدلة الإثبات الجزاء نثبت انه هذا اوكي صحيح انه ما كانت عنده رغبة بتحقيق النتيجة الجرمية. إذن الجرائم الخاصة بالأموال العامة يمكن أن تكون جرائم عمدية إذا توفر القصد الجرم الذي فعلها، وإذا فرض القانون أو الاتفاق واجب على الشخص وامتنع عن القيام به قصد إحداث النتيجة، وإذا توقع الشخص نتائج إجرامية لفعله وأقدم عليه قابل المخاطرة بحدوثه. فهي ثلاث صور تكون عمدية، وتكون خطأ إذا كانت ناجمة عن إهمال، عن رعونة، عن عدم انتباه، عن عدم احتياط، عن عدم مراعاة الأنظمة والقوانين، وبالخطأ يريد الفعل ولا يريد النتيجة. بقت عندنا صورة جدا ضرورية، صورة جدا ضرورية اللي هي القضاء والقدر. القضاء والقدر، هسه لعله سائل يسأل يقول احنا عندنا بالتشريع العراقي قضاء وقدر؟ نعم موجود بالتشريع العراقي قضاء وقدر، بس المشكلة وين تصير؟ احنا هسه شلون نميز بين العمد والخطأ؟ شنو من معيار التمييز؟ هل هو الشخص راح يبلغني اني كقاضي او اني كعضو لجنة تحقيقية يقول لي اني مخطئ او اني متعمد؟ انا ما له علاقة بكلامه، الموضوع الاثبات مهمة، هذا اللي تكلمت عنها بحينها، قلت لكم من المكلف بعب الاثبات بالدعوى الجزائية؟ الاثبات بالجزائي لا المشتكي ولا المتهم، وإنما هؤلاء الأشخاص يدافعون عن أنفسهم، عن حقوقهم، يدافعون عن حقوقهم بأدلة، تبقى تقدير الأدلة وقيمة الأدلة يم المحكمة يم القاضي، هو اللي قدم هذه الأدلة. في بعض الأحيان تقدم دعوة بموضوع معين، هسه خلنا نعبر عنه بموضوع فني، جريمة وقعت نتيجة لخطأ فني أو وقع فني، حادث سير حادث سير بأحد سيارات الدولة ونجمت عنه أضرار. هذا حادث السير اللي حصل ونجمت عنه أضرار، جبنا سائق السيارة، طبقنا عليه شروط العمد ما متوفرة، يعني هو ما كان عنده قصد جرمي، لا يريد الفعل ولا يريد النتيجة، يعني فعل انقلاب السيارة ولا يريد النتيجة اللي هي وفاة أحد المنتسبين اللي كان مثلا وياه بالسيارة. بس هذا الشخص لا يريد الفعل لا يريد النتيجة، أوكي ما توفر عنده عمد، يعني ما توفرت عنده صورة من صور العمد. ننتقل للخطأ، جينا طبقنا صور الخطأ عليه، هو ما عنده أي خطأ، يعني لا عنده إهمال ولا عنده رعونة ولا عنده عدم انتباه ولا عنده عدم احتياط ولا عنده عدم مراعاة الأنظمة والقوانين، بشهادة الشهود الأشخاص الآخرين وياه جينا طبقنا هذه، كان يقود السيارة بسرعة محتدلة وحسب المقرر في نظام السير نظام المرور، كان مثلا قام بفحص السيارة قبل الانطلاق، وكان على سبيل المثال متبع كافة التعليمات الخاصة بقيادة السيارة، حتى مرتدي حزام الأمان، ولكن أثناء السير طريق عمارة بغداد مثلا تفاجئ بالسيارة تحولت من الطريق العكسي واتجهت اللي عبرونا هنا برون سايد، وحدث حادم اصطدام. سبعد وين نرجع؟ نرجع إلى تقرير المرور، إلى تقرير المرور، مخطط محل الحادث اللي تجري شرطة المرور الخاصة بالموضوع. اجت شرطة المرور أيضا ثبتت لنا إنه هذا الشخص نسبة الخطأ عنده على سبيل المثال 5% و95% على الشخص الآخر. هنا بهذه الحالة شو يكيف فعل سائق السيارة؟ ماذا يكيف فعل سائق السيارة؟ هل يكيف خطأ؟ أنا شايف كثير من القرارات القضائية يتجهون إلى الخطأ، يكون الشخص مسؤول عن الخطأ. هذا مثال آخر، شخص أيضا متجه بأحد سيارات الدائرة موديل 21 إلى بغداد، وتفاجئ بحفرة ناجم عن أعمال الصيانة بالطريق، وانقلبت السيارة وأدى إلى وفاة أحد المنتسبين. مباشرة القضاء العراقي وأغلب القضاء مباشرة يأمرون بتوقيف السائق وأطلاق سراحه بكفالة، ويكون مسؤول مسؤولية عن
يعني عن جريمة عن وفاة الشخص اللي كان وياه بالسيارة، وهذه المسؤولية يكيفوها على أساس الخطأ. وهذا أخوان توجه غير صحيح بالقضاء العراقي، وتوجه غير محمود لا بالقضاء العراقي ولا باللجان التحقيقية. وهذا طبق على كافة المعدات، الوسائل اللي تحت إيد الموظف، حتى حوادث الحريق في بعض الأحيان اللي تحصل. هذا الحريق حصل بأحد دوائر الدولة بأحد البنايات، يجون يسألون الأشخاص اللي كانوا موجودين أو المسؤولين عن هذا الموضوع، أيضا لا عندهم عمل ولا عندهم خطأ. إذن الحادث وقع نتيجة لشنو؟ نتيجة لمشاكل التيار الكهربائي، مثلا الانخفاض والارتفاع. هذه ما ندخل بالتفاصيل العلمية، كان في صدر من عندنا خطأ، وأحد السامعين متخصص بالكهرباء يقول هذا تطفل على الاختصاص. يعني نتيجة لهذا احنا جاي نشوفه مشاكل الكهرباء يوميا، نسمع هذه المحولة حصل بها انفجار مثلا، أو في بعض الأحيان هذه الحالات اللي تصير الحالات الوقتية، حالات التماس الكهرباء وينجم عنها مثلا شرار وأصوات وغيرها، هذه تحصل بأحد البنايات وتسبب لنا مشكلة مثلا، سبب لنا حريق. أيضا يجبون الأشخاص المسؤولين، هل هناك عمد؟ لا يوجد عمد. هل هناك خطأ؟ أغلب الأحيان يكيفون الفعل على أساس الخطأ، على أساس الخطأ، وهذا مو صحيح. هذا الفعل أغلب الأحيان، أنا دائما أتكلم بهذا الموضوع، أقول خاصة بحوادث السير، إذا كان السائق يسير بسرعة معتدلة وكان متبع كافة وسائل السلامة وكان متبع كافة وسائل الأمان وكل الإجراءات متخذها وما توفر عنده أي صورة من صور الخطأ، المفروض يكيف فعل السائق على أساس القضاء والقدر. هسه أرجع إلى النقطة الأولى، هل يوجد قضاء وقدر بالتشريع العراقي؟ نعم يوجد قضاء وقدر بالتشريع العراقي. لو ترجعون إلى المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفقرة جيم، نشوف أنه قرار غلق الدعوة مؤقتا أحد أسبابه هو أنه إذا كان الفعل ناجم عن قضاء وقدر. وهذا معيار القضاء والقدر إخوان، التمييز بين القضاء والقدر والتمييز بين الخطأ. هذا الموضوع يقع يعني يقع على الجهة المختصة بالتحقيق، لأن هذه الموضوع هي من الموضوعات المتعلقة بالإثبات الجزائي، ونرجع إلى الأدلة المطروحة بالدعوة لغرض تبيان ذلك. هذا فيما يتعلق إخوان بالتمييز بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية اللي هي جرائم الخطأ، وحالات القضاء والقدر التي تقع والتي تنجم عنها أضرار. هسه حالات القضاء والقدر، بعد هذا قلت لكم الجهة المكلفة بالإثبات هي الجهة اللي منحها القانون سلطة التحقيق بالدعوى الجزائية، منحها القانون تكييف الأدلة وانطاها سلطة تقديرية، ولكن هذه السلطة التقديرية تعمل بها بتفصيلاتها تحت رقابة محكمة التمييز. يعني القرارات هنا هي ليست قرارات قطعية، وإنما خاضعة للطعن أمام الجهات اللي حددها القانون. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.